Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une recette facile et inratable. Des rueiba fondantes aux cacahuètes et à la noix de coco. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir plus de détails. Et dans l'اقتراح ديال اليوم هو كنجمعوا ما بين كاوكاو الفول السوداني وجوز الهند. منين كنجمعوا هاد العناصر مع بعضياتهم كنحصلوا على واحد النتيجة رائعة ممتازة في المذاق، نكهات جميلة. بلا ما نطول عليكم، بقوا معنا في المطبخ وتابعونا حتى الأخير باش نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. كنقول لكم بسم الله توكلنا على الله. بسم الله. اذا في هذه الوصفه هذه غادي نحتاجو 250 غرام ديال جوز الهند. جوري بيزوان دو 250 غرام دو نوا دو كوكو رابي، بوي 250 غرام دو كاكاويت كو جو في ريدوير اون بودر ابري. لي كاكاويت جو لي زي توريفي. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الفول السوداني كاوكاو محمر، غادي نطحنوه من بعد. عندي هنايا خميرة الحلويات 14 غرام، ان ساشي دو لوفيغ شيميك 14 غرام، دو سكر غلاس، سكر غلاسي او سكر ثقيل، جوج معالق كبار ديال الكاكاو الشوكولاتة السوداء بدون سكر، دو كويير ا سوب دو كاكاو سون سكر، تخوا زو ثلاثة ديال البيضات، معلقة ديال الزبدة، اون كويير ا سوب دو بوغ مو. الزبدة تكون درجة حرارة المطبخ. 150 غرام عفوا 125 غرام ديال السكر سنيدة، 125 غرام دو سكر دو كان، معلقة كبيرة ديال كونفيتور مربى المشمش، اون كويير ا سوب دو كونفيتور دابريكو، وغنحتاجو كذلك قريصة ديال الملحة اي ان تيت بانسي دو سيل. كومونسون باغ ريدوير لي كاكاويت اون بودر. كيما قلتلكم غادي ندوزو اول حاجة نديروها غادي نطحنو كاوكاو. اذا كيما كتشوفو خديت الطحانة درت فيها كاوكاو وغادي نطحنو. اذا حصلنا على هذا الخليط هذا. ماتنو اون فا راجوتي لا نوا دو كوكو. دابا غادي نضيفو جوز الهند، من بعد غادي نضيف السكر جو راجوت لو سكر اي لو كاكاو امير وبودرة الشوكولاته ونعاود نخلط هذا الشيء مزيان. دون ان سالاديي je vais casser 3 œufs. اذا خديت وعاء وغادي نهرس فيه 3 ديال البيضات. هكا غادي نضيف عليهم قريصة ديال الملح، غادي نضيف كذلك مربى ديال المشمش، وغادي نخلطهم اي جو في لي باك اون اومليت. من بعد غادي نضيف الزبده جي راجوتي لو بور جو ميلونج. كنخلطهم مزيان للتذكير راه الزبده كتكون درجة حرارة المطبخ. دابا غادي نضيف الخليط ديال كاوكاو ونواد كوكو. جو راجوت لو ميلونج
de noix de coco et cacahuètes. غادي نزول هاد الطراب لي يداوي. غادي نضيفو خميرة الحلويات. جو راجوت لا لوفيغ شيميك اي جو ميلونج. صافي وكنحاولو نخلطو مزيان هاد العناصر مع بعضياتها. كتقدرو تستعملو يديكم. داكشي لي غادي ندير انا غادي نستعمل اليدين. كنحاولو نمعكوها مزيان. صافي كنظن ان هذا هو القوام اللي خصها تكون به العجينه. دونك لا بات دو ريستي مول مي بو كولونت. جو في فورمي ميتنون دي بول كوم سوسي. Et je vais l'enrouler dans du sucre glace. Kim shftou, l'agina khassaha tkoun rtba w ma katlsqch f lyedin. Men ba3d kanfndouha kankourouha, nfndouha f sskar glacé hatta kankemlou. Maintenant, je vais les enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 12 à 15 minutes. D'abord, غادي ندخلهم للفران. الفران راني مسخناه على 170 درجة تقريبا ما بين 12 حتى 15 دقيقة. Regardez-moi ces merveilles. Ça sent très 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 bon. Donc, ces petits gâteaux se conservent très bien dans une boîte fermée hermétiquement. Vous pouvez remplacer aussi les cacahuètes par des amandes. J'espère vous revoir très bientôt pour une nouvelle recette. Et dans le gribe, il y a une recette de la farine. Vous pouvez utiliser le foule soudanais, le cacao, le loz ou le simsim. Cette gribe est très chère de gluten. Nous vous souhaitons في حلقة جديدة ووصفة جديدة. كنقول لكم مع السلامة. إلى اللقاء.